اهلا بكم في بن حموده للسيارات، معاكم مهند. اليوم بقدم لكم سيارتنا الاخيره اللي وصلت عندنا من بي اتش اديشن. البي اتش اديشن طبعا زي ما انتم عارفين هي نسخه خاصه اصدار فقط من بن حموده للسيارات. زي ما انتم شايفين بينزل عندنا الشعار الاسود الامامي والخلفي على الجريل الامامي، وطبعا عندنا من ورا، وفي عندنا الجلد من الداخل هنشوفه حالا، وفي الكاليبرز او البريك بادز الموجودين بتنزل بلون احمر مميز جدا. يلا بينا نشوفها. والمميز عندنا جدا طبعا هو موضوع الجلد المضاف على جوانب الابواب، موجود عندنا على التابلو، وده شيء جديد ما كانش موجود عندنا من قبل. زي ما انتم شايفين الستيتشنج او التطريز بيكون عليها ما شاء الله شكله مميز جدا. الكراسي عندنا بتكون تو تون او لونين مع الدايموند ديزاين موجود من الوسط زي ما احنا شايفين مع ستيتشنج ما شاء الله مميز على الكراسي بتاعتنا، مع اضافه اللوجو المميز جدا للبي اتش اديشن ان هي نسخه اصدار خاص فقط. وزي ما انتم شايفين عندنا شعار البي اتش اديشن بيكون موجود من الخلف عشان يميز السياره ويعرفنا ان هي اصدار خاص فقط بابن حموده للسيارات.